إن شاء الله مع بعض يا شباب هنقول أهم الأسئلة اللي موجودة عندي في الجنرال سكولوجي الشيت بتاع الجنرال، علشان الناس اللي سألتني إيه أهم الأسئلة في الملزمة وكده، برضه عشان الناس اللي بتسأل ترتيب دروس في الملزمة هي نفس الترتيب ديت، وبرضه هتلاقي المواضيع زادت ولا حاجة بتخلي الفهرس ده معاك هتمشي في الملزمة وهنيجي السنة دي إن شاء الله في الكتاب. لو عايز ترتب دروس عندك في الملزمة هو نفس الترتيب بتاع الفهرس ده ونفس الموضوع ده. أول حاجة عندي جنرال استراتيجي في شوية تعريفات وتقسيمات في الأول هنقراها علشان لو في إم سي كيو. أول سؤال وأهم سؤال عندي فاكتور أكتيف توكسيك ريسبونس، ده أول سؤال بينزل عندي في الريتن. جنرال مانجمنت أوف بويزنينج ده بتصير في الأورال كتير، إزاي هتعامل مع الحالة، وده الجنرال توكسيكولوجي كله تقريبا كل المواضيع بتاعت الجنرال سكولوجي. أول حاجة عندي الاستيميليشن دي هتتقري علشان بتيجي فيها ام سي كيو كتير وخاصة الاير واي. البروتكتيف ريفلكسز اللي نزلت في الامتحان بتاع الميد يير أنا كاتب بس في الاير واي بروتكتيف ريفلكسز. انتوا جالكوا السؤال ايه هي البروتكتيف ريفلكسز، يعني السؤال جه معكوش فبيجي فيها أسئلة كتير ام سي كيو موضوع الاستيميليشن كله، سواء ايروي وبريسنج سيركوليشن ودراج. اهم حاجه في دراج عندي الكوما كوكتيل ده بينزل كتير ريتن. بعد كده ازاي هتعرف على البويزن، الهيستوري هيتقري، الاكزامينيشن اهم حاجه في الاكزامينيشن. بعد كده عندي الجنرال فاندنج اهم حاجه في الاكزامينيشن، البيوريد ساعات بينزل. أهم حاجة في الفيتال ساين عندي التمبريتشر، الهايبر سيرميا والهايبو سيرميا، الاتنين ممكن ينزل لي الكوزس هايبر سيرميا أو الكوزس هايبو سيرميا. الأسئلة المهمة دي يا شباب بعد كده إن شاء الله أنا هشرحها كل حاجة لوحدها، بس علشان الوقت في ناس طلبت الأسئلة المهمة بس، إنما بعد كده الأسئلة مش مهمة اللي عاوز يقراها علشان يقفل الامتحان، إنما الأسئلة المهمة يشرحها علشان الناس اللي مذاكرتش حاجة تلحق تلم. السكين اكزامينيشن أوقات بينزل ريتين وغالبا بينزل فيه سكو، أهم حاجة فيه السكين بولي تمام، بينزل الديفرنشال دايجنوزيس أوف سكين بولي تمام، هنعرف الثلاثة دول. بعد كده الانفستيجيشن أهم حاجة في الانفستيجيشن عندي اللي هي التوكسيكولوجيكال ماركرز تمام، الكوانتيتيف تيست هنكتبها بطريقه كويسه هتريحك بعد كده في الدروس، هي تجميعات لبعد كده تمام، بس اهم حاجه الماركرز في الانفستيجيشن علشان لو التوكسيدرومز ده تقريبا اهم درس عندي في الجنرال توكسيكولوجي التوكسيدرومز. كل اللي مكتوب في الكتب غالبا بيكون 4 أو 5 توكسيدروم. كتاب جامعة البنات كان كاتب حوالي 12 واحدة، أنا جمعتهم في آخر الشابتر برضه في الجدول. أهم سؤال عندي في الجنرال التوكسيدرومز، سواء بيجي بقى مقارنة بين الاتنين أو بتتكلمنا عن واحدة، أو يجي لك السؤال ويقول لك الأنواع واتكلم عن واحدة منهم تمام. كتبت كل حالتين متشابهين مع بعض بحيث يبقى في مقارنة، الكولينرجي بتتعامل لها مقارنة مع الأوبيويد، أنتي كولينرجي مع السيميس ومالنيوز. دي كونتمينيشن مهم جدا مهم خالص، السيرفيس دي كونتمينيشن سواء للسكين والاغر والبلمونري، ده بينزل ام سي كيو اهم حاجه فيهم البلمونري. دي كونتمينيشن بينزل فيها سؤال ام سي كيو مهم جدا اللي هو ايه البريست مانجمنت، هعمل ريموفال للفيكتيم اوف سايت اوف توكسين المكان اللي هو فيه، اشيل الشخص من المكان ده. الجاسترو انتستينال ديكونتامينيشن الامس الجاسترو باي اكتيفيتد شاركول، الثلاثه دول مهمين بينزلوا في الريتم كتير تمام. الهول باور اريجيشن ممكن او ممكن لا، الخسائر ديت بتنزل ام سي كيو. الانهانس المينيشن كلهم مهمين، سواء المالتي دوز اكتيفيتد شاركول والدايوريس والدياليس والهيموفيوجن معظمهم بينزل في امتحانات تمام. فدي كونتامينيشن كله مهم. السيرفيس دي كونتامينيشن ده بينزل كل ام سي كيو. اهم حاجه في البالمونر اكسبوجر اللي هي ريموفال اوف الفيكتيمز بتنزل ام سي كيو انا معلم لك عليها. الجاسترو انتستاينال ديكونتامينيشن الام سي بينزل في الامتحان كله كريتين.
بينزل لك منه جزء بقى، سواء الفاكتورز، سواء بينزل لك الانديكيشن ادفانتجز الدوز مهمة في التاكس بتاعته. غالبا اي انتيبيوت موجودة عندي في التوكس في التوكسيكولوجي بيتركز الانتيبيوت بتاعه. انا ده استريبتوفاج مهمة، التكنيك مش عليا بس ممكن اقراها بس علشان اتعلمها، الصورة موجودة عندك. بكتبيت الشاركول مهم جدا، اهم واحد فيهم هتحفظه. هنركز على الدور على النهاية بالجرام مش ملي جرام، تمام. الهول باور اريجيشن ممكن تنزل وممكن لا، بس مش بنفس اهمية اللي فات. الكاثاريسيس ديت غالبا بيمسكوها مش على حاجة. الهانس انيميشن كلهم مهمين، سواء الماركت بلوز او كريدت شاركول او الدايوريسيس. المانبيليشن اوف يورين ده او الفورس الدايوريسيس او الارمي تراب فينومينا ايا كان الاسم بتاع الكولونيزيشن اوف يورين مهم، علشان نحتاجه بعد كده كعلاج لبعض السموم. هحتاج الكولونيزيشن والاسيدفيكيشن، ما عادش بينزل اصلا، ما حدش بيعمله. الداياليسيس برضه بيدل اللي هي الانديكيشن الداياليسيس، او ايه هي الكونديشن الشروط بتاعت الحاجه اللي هيحصل لها داياليسيس. وانا غالبا هتلاقي برضه كل الكتاب عندي مجمع لك الحاجات في الميموري عشان يسهل الحفظ علينا. الهيمو داياليسيس بينزل الكوميونيكيشن بتاعته. الهيمو برفيوجن برضه بينزل الكوميونيكيشن، تمام. كده خلصنا الديكونتينيشن. هندخل بعد كده في حاجه في الدنيا اللي هي المانجمنت اوف التوكسيكولوجيكال ايمرجنسي، تمام. اهم حاجه فيهم الكوما، وبتنزل كتير في امتحان واتكررت عندنا سنتين ورا بعض، وبتنزل سؤال لوحده ب 10 مرات. اهم سؤال فيهم اللي هي التوكسيك كوزس الكوما، وركز على التوكسيك كوزس علشان في حاجه عندي نون توكسيك كوزس، تمام، اللي هي الديفرنشال ديجنوز. لا، في عندي اسباب تانية اللي هي النون توكسيكوزيس. مش عارف انا كتبتها ولا مش كتبتها. ما هي الديفرنشال دايجنوز دي النون توكسيكوزيس، تمام. يبقى اللي فات عندي التوكسيكوزيس، ودي النون توكسيكوزيس اللي هي الديفرنشال دايجنوز. الجريدنج والكوما ده بيحافظ على شان الشفوي. الريدز والجلاسكو كوما سكيل دول مطلوبين مني، الماتش ده مش مطلوب مني، تمام. انا اضيفه علشان موجود بس في بعض الكتب. هو بيطبق عليه نفس الريد كوما سكيل، مفيش فرق بينه وبين الثاني، غالبا فيهم تشابه في الدين. برضه عندي نقطة مهمة، الفلومازينين ده الانتيدوت بتاع البنزودايازيبين، تمام. ده مش علاج، انتيدوت مش علاج، لان هو مور دايجنوستيك زان تريتابول، لان الحاله بس بيعمل لي ريكفر الحاله مده ممكن 20 دقيقه، وبعد كده بترجع في ريلابس، فلازم يكون تحت المتابعه معانا، تمام. لما تشوف الدرس بتاع الريسبيراتور كيلر مش بنفس اهميه الكوما، ممكن تدير علشان لو فيها اسئله. وبرضه علشان عندي في عين شمس الفايل بتاعك مش موجودة في الكتاب، بس موجودة في المحاضرات، في الدكاترة بتسأل فيها. فايل 1 فايل 2 بعد كده تربط في البطن بالتفصيل يعني. والبالمونار إديما برضه زيها زي الريسبيرات الميكوريا، هتتفري. الشوك بتنزل في الامتحان، الشوك بتنزل عندي، سواء بقى يقول لي التوكسيكوزيس بتاعتها أو أعمل إزاي مانجمنت للشوك، تمام. الشوك بتنزل في الامتحان. الاسيد بيز سيرفر ده مهم كده كده ليك علشان تقرا بعد كده ورقه الاي بي جي، تمام. وهو سهل ما فيهوش حاجه، فهيتري علشان العملي. ساعات الدكاتره في الاورال بيكون معاهم ورق اي بي جي ممكن يخليك تقراه، تمام. فهتتعود عليه وبتشرح في العملي ورق الاي بي جي، فتعرف هو الدرس سهل. وانا كاتبه كلهم سيستمات واحده علشان الشرح بتاعه يكون تلم الدنيا أو تقارن بين الأربعة، ما تتلخبطش. السيجارز أو الكونفانجن غالبا جت في عين شمس قبل كده. الدكتورة دي مش موجودة عندنا في الكتاب، بتخص طلبة الإس يو بس، اللي هي إيه اللي درجة اللي ممكن تعمل لك كونفانجن. هتقولهم تحفظهم على المونيكس أو تحفظ منهم خمسة، مش هتفرق عندنا إحنا.
أهم حاجة في السيجار العلاج بتاعها، تمام؟ العلاج بتاعها أنا أحفظه علشان برضه بيتصير في الأوضة، ده حالة إمرجنسي. الرابدوميوليسيز برضه مش بنفس أهميتهم، بس برضه أوقات بينزل في الامتحان. الرابدوميوليسيز غالبا الأسئلة اللي بتنزل فيه علشان بس العلاج بتاعه اللي هو الألكولايزيشن أوف، تمام؟ تمام، أهم حاجة فيه اللي هو بعمل معاه الألكولايزيشن أوف يورين كالتريك بتاعه، تمام؟ فدي النقطة اللي هم اللي فيه. ده أنا خلفت وده أنا فلكتويد رياكشن هتعرفهم تقريبا بنفس أهمية التوكسيدرونز والأنتيبيوتس، تمام؟ الأنتيبيوتس تحفظهم علشان تريحهم بعد كده بالقسمة بتاعتهم، وساعات بيجي فيهم سؤال مجمع، سواء بقى كان عندي اللي هي اللوكال أو السيستماتيك أنتي دوت والتقسيمة بتاعتهم، هنشرحها بعد كده إن شاء الله في أهم الأسئلة. الهوسبيتال ديسبوزيشن أهم حاجة فيها بس الكرايتيريا أوف بيشنت ستارت فروم هوسبيتال، أوقات بينزل منها. كده الحمد لله الجنرال عندي خلص، حاجات دي جنرال سكيل ليها أفهمك لو عاوز بعد كده أي حاجة موجودة عندك كمانيفستيشن أو سيمتومز موجودة في الدروس بعد كده، ممكن تكتب الحاجات دي فهتمشي مع الدروس بعد كل الدروس اللي بعد كده. والفايتال ساين أنت عارفها والفاليوز بتاعتك، الحاجات دي موجودة في كتاب جامعة البيانات، كنت شرحتها في الكورس قبل كده. التوكسي جرونز الثانية أنا أعرفها للبنات، واللي عاوز يقرا يقراها، بس هي نفس الخمسة اللي قدام، بس فرضها مثلا السمباسو ماينيتيك قال لك ألفا وبيتا وميكسد ألفا وبيتا، تمام. بعد كده مثلا الكولينيرجيك قال لك مسكرين الكولينيك وميكسد، تمام. ففرض كل واحدة منهم فاديني ثلاثة فيوصل ل 12 واحدة، تمام. نفس الفكرة. بعد كده بعد كل شابتر فيه أسئلة، أنا مجمع لكم الأسئلة ديت من امتحانات قبل كده، تمام، فنركز عليها عشان مش موجودة في المنظمة. وبرضه بعد كده جمعت كل الأنتيدوت اللي موجودة في المنهج كله، بحيث بعد ما تخلص المنهج، لأن تقريبا الأنتيدوت مهمة جدا جدا، بتنزل في الـ MCQ. أي درس فيه أنتيدوت بينزل MCQ، ولازم أحفظ الجرعة بتاعته وأذاكر كويس بشكل جيد. بعد كده عندي الكروسيف، الكروسيف أو الكلاسيفيكيشن اللي في الأول ده مش مهم، الباص والسيرجي برضه مش مهم، بس هنعرف الجدول ده مهم، تمام. الأسيد، الفرق بين الأسيد والألكلي، أهم حاجة ده بيعمل لي فوق ألكلي، ودي بيعمل لي ليكوفاكتور للبروتين، ده أهم حاجة في الجدول. الفاكتور دي ساعات بتنزل في الامتحان، تمام. الفيزيكس برضه بتنزل في الامتحان، ده السؤال ده بينزل في الامتحان. الكروسو فيز لوكال اكشن تقريبا كل جامعة كتبت في الكتاب الدرس ده بتقسيمه معانا في كتاب البنات، فردها كتب كل حاجة لوحدها، الأسيد بدل ما يجمع السيمتومز والسايد كلهم أنواعهم، لأ خد كل واحد لوحده وكتب السمسم بتاع السلفور الاسيد والناتج اكسيد والحاجات دي كل واحد لوحده. وهي نفس الفكره، انا مش هحتاج غير احفظ سمسم ساينس لحاجه بتعمل لوكال اكشن وحاجه بتعمل لي ريموت اكشن، تمام. فمش هيفرق معايا انا احفظ عشان اريح نفسي والحق اجمع حاجه قبل الامتحان، هثبت الساينس ده الحاجه اللي بتعمل لوكال اكشن والساينس اللي بتعمل حاجه بتعمل سيستميك اند لوكال اكشن. الانجليزيشن المهمة كلها بقى بتنزل في الامتحان، أهم حاجة فيها الكومبليكيشن، أنا برضو الحاجات المهمة بجمعها في نيومي، تمام، سواء الأكيد كومبليكيشن أو الجريد كومبليكيشن ده بتنزل في الامتحان. الانفستيجيشن مش مهمة خالص معايا ما عدا الجريدنج، بس هعرفها علشان الـ MCQ. التريتمنت بتاعه مهم برضو، بينزل في الامتحان بتاع اللوكال كوبوسي، تمام. بعد كده الاكسبوجر كله بينزل MCQ، تمام. برضو الاي اكسبوجر ده دي الانتيدوت ديت هتجيبها عندك من الرامر، هي كده كده مش مطلوبه عندي، بس اذا كده يا ريت من الرامر كويس علشان هتنفعك بعد كده. ما ينفعش واحد يكون دخل في علم
كالسيوم كربونيت اللي هو الجير الحي، وبعد كده تيجي انت كله غسلها بميه وانت الدكتور ما ينفعش، فلازم تذاكر الحاجات دي كويس من الرمل. يعني كده كده تنزل عندي والباتو هاكنز برضو عندي تنزل غالبا ما تنزلش الفيسي، هي غالبا تنزل ام سي كيو. عندي بقى الكروس لوكال اند سيستميك او روبوت اكشن الكربونيك اسيد اللي هو الفينول الكبير، ولذلك اسيد مهمين جدا جدا، وعملت مقارنه بين الاثنين لان فيهم تشابه بين الاثنين. تمام، فاي حاجه عندي بيكون فيها تشابه بضطر احطها في جدول عشان تريحنا في الحفظ. تمام، والجدول مجمع الاثنين وهو موجود معاكم في المجموع. تمام، وحطينا الصور برضه علشان الحاجات دي ما ينفعش تكون انت بتاخد حاجة وما تعرفش شكل الدواء او شكل العلبة من بره. تمام، وبعد كده جمعنا الأسئلة المهمة كل واحدة ذاكر الام سي كيو من الكتاب بتاع الجامعة. الانسكتسايد الاورجانوفوسفورس كومباوند الشابتر كله يعني سواء الاورجانوفوسفورس كومباوند، المقارنة بين الكربونيس والاورجانوفوسفورس كومباوند مهمة. الرودنتسايد مش مهم أوي ما عدا الزن الفوسفايد اللي هو سم الفيران، الفيروسويد ده ما بينزلش عندي بس هو موجود عندنا في الجدول فهنذكره عشان لو جه فيه ولا حاجة. الأورجانوفوسفورس كومباوند أهم حاجة عندي الباسف السيلز بتاعه أعرفه، الكومبليكيشن وأهم حاجة في الكومبليكيشن اللي هي الكوليرج كرايسيس اللي هي الماسكارينيك والنيكوتينيك افكت اللي أنت أخدتهم في التكسيدروم. تمام، كده كده انت عرفت الحاجات دي من الجنرال في الاكسجرام. الانفستيجيشن مهمة تقريبا الشابتر ده كل حاجة فيه، أهم ما فيهم برضه الكومبليكيشن سواء بيقول لك اتكلمنا على الانترميديات، اتكلمنا على السيندروم ديليد نيوروباس، اتكلمنا برضه في لا. تمام، فالشابتر ده الأورجانوفوسفاس كومباوند مهمة، أهم ما فيها بقى الأنتيدوت والتريتمنت بتاعها. تمام، التريتمنت اللي هو الاتروبين هيتذاكر كله هو الانزيم. تمام، الاتروبين الانديكيشن بتاعته والدوز والملاحظات بتاعته اذاكرها كويس، وكذلك الانزيم ده ساعات بينزل سؤال لوحده الانتيجين اوف اورجانوفوسفورس كومباوند. الكربامينس انا عملت الجدول المقارنه بين الكربامينس والاورجانوفوسفورس كومباوند لانه كتير بينزل عندي في الامتحان. تمام، النفسالين ده غالبا بينزل ام سي كيو ما بنزلش فيه ريتم كتير. فيروسين وفيروسرويد ده هنذاكرها علشان برضه الام سي كيو. الروتين سايد الزنك سايد ده برضه بينزل في الامتحان. اول حاجه بينزل لي فيه الدبنوسس عشان اتكلم على الثلاثه فيلز اللي فيه. غالبا غالبا يعني بينزل اي حاجه فيها فيلز زي الباراسيتامول والايرون توكسيسيتي هتتذاكر لانهم الثلاثه دول مهمين وبينزلوا في الامتحان بتاعتي ممكن تكون جابوكوا قبل كده. تمام، فنذاكر أهم حاجة فيه الكلينيكال دوس. الوارفارين ده مش موجود، الاستريكنين زودناها بقى مش موجودة عندكم فالناس هتزودها برضه. الاستريكنين مهم ده تقريبا أبشع موتة ممكن الواحد يموت فيها لأنه بيدخل في الكونفالجن وما بيكون فولي كونشس دورينج الكونفالجن. تمام، فده تقريبا أبشع موضوع ممكن يموت الإنسان بالاستثمار. بعد كده الألكالويدز لا أهم واحد فيهم الأتروبين، في عندك خصائص هتقول لا عندي الأتروبين أكيد خدنا عنه فكرة في التوكسيدرومز. تمام، الأنتي كوليفيريا بينزل في الأتروبين عندي سواء الكلينيكال ليكتشر بتاعته أو التريتمنت بتاعه، أركز في التريتمنت بتاعه علشان بيحتاج مني مونيتور. تمام، الفايزوستيجمين بيحتاج مونيتورينج في الايه في الاي سي يو. تمام، لازم يكون اندر كنترول سي سي جي مونيتور. الايربودز زودناها برضه مش موجوده في الملزمه، زودناها علشان الكتاب بتاع جامعه البنات وتنزل ام سي كيو. الكرونيك توكسيس بتاعته مهمة، الإرجوتيز ممكن تنزل في الامتحان عندي بس هي مش موجودة عندنا في الكتاب في البنين فاحنا مش مطالبين بيها. وكذلك برضه الأكل بويزنينج ده غالبا احنا هناخد في العمل. ده
لا انت استمينك برضه ممكن يجي فيها سؤال ام سي كيو، بس المدرب ما بينزلش، بس هو ينفعك انت يعني في الحياه العمليه، لان بينزل هشوف في السؤال حالات بالعبيط عندك نزله بنباع شريط بنباع علبة دواء برد ولا حاجة، هو غالبا كلها بيكون فيها الأنتيستامين. الهيدروكربونز برضه مش مهمين، لا بس في الهيدروسين مهم، تمام الهيدروسين مهم جدا عندي، تمام هينزل لي في الهيدروسين غالبا بينزل لي في المانجمنت بتاعي، المانجمنت بتاع الهيدروسين، تمام الهيدروسين اللي هو الجاز الأبيض يعني زي ما بنقول هو الجاز الأبيض بتاع ال بتاع اللي بتشتغل بالجاز الأبيض. سواء بقى برضو عندي الحاجات المهمة في البوتشر بتاعته، الكاركترستيك بتاعت الاسمين بتاعته، تمام ممكن ننزل هقول لي الحاجات الكاركترستيك والملاحظات أنا معلمها عليه، ده مكتوب عندك برضو الملاحظات. الصابن سنيفنج ليسن برو ده مكتوبة في الأدكشن بعد كده، الكنابس برضو الحاجات الموجودة في الأدكشن في آخر تكسبوري. البلوكية الأبوز دول بقى هي دي اللي بتنقض عليها، دي أكيد مش كتير مش مهمة برضه. السلسلية والبارس الأبوز مهمين جدا، تقريبا الشابتر ده من الأهمية، أنا الجنرال مهم جدا، وبعديه الكروسيد، وبعديه الأورجان فوسفورس، وبعديه السلسلية والبارس تمويل. في عندي شباتر كبير مهمة نركز عليها كلها، تمام؟ فالحاجات اللي هي متعنصرة عندك مش مهمة، أنت هتقراها بس علشان الإم سي كيو. الباص في السيولوجي بينزل قبل كده في الامتحان، وبتصير في الأورال كتير، الباص في السيولوجي بتاع الأسبن بالذات ميني توكسيس أو ديزاين بورد جسم بتنزل عندك في الامتحان، وأنا قلت لك أي حاجة مهمة هتلاقيني أنا جمعتها لك في الميموري بحيث تسهل عليك، وهي موجودة معاك في الملزمة، الحاجات دي مش جديدة كلها، تمام؟ الكورونيك بتاع التوكسيس بتاعته مهمة، التوكسيك ديز بتاعته مهمة جدا جدا، هي والباراسيتامول تقريبا نفس التوكسيس مع بعض. ممكن بعض الكتب يقول لك بقى كام حباية أو كام شريط والحاجات دي، غالبا هتوصل ل 15 جرام، يقول لك الجرعة 15، شوف بقى هياخد الحباية 250 مللي جرام ولا 500، وشوف 15 جرام فيهم كام قرص. تقريبا كل الشابتر ده مهم، حاجات مهمة أنا معلم لك عليها. قلت لك الحاجة اللي هتلاقيها مهمة خلاص هتلاقيني أنا مجمع لك في المينكس، أو إيه هي الإنديكيشن أو في داياليسيس في السلسلة توكسيسيتي، أو إيه هي الديفرنشال دايجنوس بتاعت السلسلة توكسيسيتي، أنا مجمعها لك في كلمة، تمام عشان تريحك في الفرق. الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين الباص في السيولوجي بتاعه مهم جدا، وبالذات اللي هي نبكي اللي هي الاي بي كيو اي، هنا ستار سيستم بنزوبيتاميناماين، احفظه علشان نمسكه وانا عاملها عندي، تمام. والتوكسيك دوز ايه؟ 7.5 جرام في القضم، 150 مللي جرام، وبالتالي برضه نفس الجرعه بتاعت التوكسيك، 15 جرام و7.5 جرام اللي هي لو القرص ونص جرام مضرب في 2 اللي هي 15 قرص يعني. أظن إن الإسبرين بيكون 15 جرام، 15 جرام. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الباراسيتامول زي ما قلنا 4، بينزل كتير في الامتحان عندي، قلنا هلاقي فيروس عندي زي الأرض توكسيستي، وقلنا الزنك سبايد اللي هو الروبين سبايد والباراسيتامول، الحاجات ديت الفيزيس بتنزل كتير في الامتحان. تمام برضه رومات ماس نوموجرام مهم علشان يمشي فيه، تمام بتصير كتير برضه في الاورال. الانتيدوت مهم اكيد معروفه قبل كده من السنه اللي فاتت، تمام من الاخر اي انتيدوت في التوكسيكولوجي مهم، سواء بقى الانديكيشن بتاعته تاخده ازاي، الجرعه موجود فيه، اي حاجه في الانتيدوت كلها مهمه، تنزل ريتنج بتصير في الام سي كيو كتير هي مهمة. ده السي بي اس اللي درجة الديجيتاليز والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكر والمقفلات، أهم حاجة عندي بقى في الديجيتاليز
الميكانيزم التوكسيستي ممكن تنزل في الامتحان، الكلينيكال بيكتشر بتاع التوكسيستي تمام، والانتي بيوتيك. الكلينيكال بيكتشر علشان اول ساين بتنزل ايه هي اول الاعراض، عندي اول ساين هتنزل اللي هي انوركسيا اند فوميتنج تمام. في الاكوت توكسيستي انوركسيا اند فوميتنج ده اهم واحده فيهم اللي هي الفيرست ساين كده معانا تمام. والانتي بيوتيك بتاعه ايه هي الانديكيشن بتاعته والجرعه بتاعته هي البيتا بلوكر مش مهم يعني، ما بتنزلش في الامتحان كتير، البيتا بلوكر ما بتنزلش في الريتم كتير، انما بتنزل في الشكوى كتير تمام. وبرضه يعني لو نزلت في الريتم كده كده انت واخدها في الفارما وعندك فكرة عنها يعني، فمش صعبة. المهم عندي في الكالسيوم شانل بلوكر، عندي البيت بتاعي انت برضه مهمة. المهم عندي في الكالسيوم شانل بلوكر هتعمل مقارنة بين الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر والديفرنشال دايجنوز، هيقول لك ايه الفرق هناك تمام. ماسك والهايبوجلايسيميا هنا هايبر جلايسيميا، هتعرف الفرق. النيتريس والنيتريتس المهم فيهم ان هم بيعمل لي ميت هيموجلوبينيميا، بعض الكتب بتقول الميت هيموجلوبينيميا في الجنرال الاهميه تمام. هو بيتسيل ام سي كيو ما عدا الميت هيموجلوبينيميا، بينزل المانجمنت بتاع الميت هيموجلوبينيميا تمام، او بيتسيل ام سي كيو كتير في الجدول بتاعه سيمبتومز. بيتسيل برضه في الاورال كتير الاهميه بتاعت وازاي اشخصها. الميت هيموجلوبينيميا التشخيص بتاعها او مكتوب بطريقه صعبه عندك، بس انا حاولت اسهلها على قد ما اقدر. أهم حاجة فيها البريكليت عشان المصابين بلو والأسكورنيك أسيد الأنتي بود بتاعي. سايروبيلين يعني في بعض النقط اللي فيه مهمة في السايروبيلين، ممكن تنفع الانتشار بتاعته، أو عندي بعض الملحوظات عندي إيه هي العوامل اللي بتقلل الاضطراب وتزود الاضطراب علشان النارو سيربيتك ويندي تمام. الحاجات ديت زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات تقريبا، يعني الحاجات اللي انت اخدتها في الفارما هتقراها علشان تستذكر، انما الحاجات اللي هي المور سبيسيفيك للتوكسيكولوجي هتركز عليها. ليه؟ لان دي الحاجات اللي بينزل فيها اسئله كتير. الشير بتاعته برضه اظن مش مهمه للدرجه ديت. الساو فيلم على فكرة يعني لو معكش وقت ما تضيعش وقت كتير تقراه، بس علشان لو نزل فيه ام سي كيو ولا حاجة. انما اهم واحد فيهم الديجيتاليس الاهمية بتاعته برضه، وبعد البيتا بلوكر، وهتعمل مقارنة بين البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر، وبعد كده الميت بلوكر مهمة جدا وتعتبر تبع الجنرال، تبع الجنرال. التوكسيك جايز كلهم مهمين وكلهم بينزل في الامتحان بالتداول كل سنة، بيجيب واحد منهم. أهم واحد فيهم على الاطلاق الكربون مونوكسيد تمام، لأن الحالات بتيجي فيه كتير، ولأن الديفرنشال جايز بتاعه بيعمل مع الكومن كولد، بيتشابه مع الكومن كولد، وغالبا بيكون في الشتاء كتير، لأن الناس الدكتورات والحاجات دي بتحرق الأكسجين وبتكون لي كربون مونوكسيد، بتيجي حالات كتير من سنين السودان بالكربون مونوكسيد، وانت بتمشي على انها كومن كولد، فلازم نركز على الكلينيكال بيكتشر بتاعته والديفرنشال دايجنوزيس تمام. عشان الكلينيكال بيكتشر والديفرنشال دايجنوزيس نزل السنه اللي فاتت في الامتحان، اللي بيذاكر بس من كتاب جامعة عين شمس اللي بتسمح بيه هو اللي جاوبها، لانها مش موجوده في جامعه القاهرة تمام. فالديفرنشال دايجنوز قد يوصل مهم جدا ونزل في السنة اللي فاتت. التريتمنت والكلينيكال بيكتشر بتوعه مهمين جدا تمام. السعرايت تمام مش بنفس أهمية القارب المرسلات، لأن يعني الحالات اللي بتكون أنت هتشوفها في الاستخدام بتكون قليلة جدا تمام. ثانيا إن مش ليه أعراض مرض، بس هتلاقي ان هو زي ما مكتوب عندي نو ريليفنت بس تمام، مفيش اعراض دي نور سبيسيفيك زي الكربون مونوكسيد ولا الحاجات دي، بس دي اسئله كتير
وممكن يجي فكرة سواء بقى كلينيكال بيكتشر أو أعمل له مانجمنت إزاي علشان الأنتيجين بتاعه، تمام؟ الصناعات تمام؟ طب الميكانيزم ده أعرفها؟ لا ما أعرفهاش، أنا أعرف بس الكومبوننت بتاعته، الميكانيزم عايز تقراه علشان تفهم، تمام؟ إنما غالبا ما بينزلش فيها إم سي كيو. الهيدروجين سلفايد نزل في الامتحان قبل كده، مهم لأن برضه غالبا بيجي، ومع العمال اللي بيشتغلوا في الصرف الصحي كتير، فممكن يجيلك بالحاجات دي، فتعرف الأعراض بتاعه لأنه نزل في الامتحان. المانجمنت بتاعه مش بنفس أهمية الاتنين اللي فاتوا، كتير جاهز غالبا لا بتيجي الإم سي كيو ولا بتيجي الريبورت. الهيفي ميتالز عندي في الأول الجنرال كاركترز هتكون موجودة في الكلية، هتقراها بس عشان تجمع لك الشابتر بتاعك. أهم واحد فيهم الليد والأير، تمام؟ الأرزينيك ده مش موجود عندنا، تمام؟ في البنين ده موجود في البنات، موجود مع الناس اللي بالذات المجامعة الصغيرة. الميركوري مش بنفس أهمية الاتنين دول، أهم واحد فيهم عندي الليد، وأهم حاجة فيه برضو الكلينيكال بيكتشر بتاعته انه بيجيب لك مثلا يقول لك كل الهيماتولوجيكال بس بتاعته بلاد بيز، تمام؟ ممكن يجيب لك الهيماتولوجيكال بس، وبعدين في نقاط كتير بتيجي في الام سي كيو انا معلم لك عليها سواء بقى في الكلينيكال من ضمن الكلينيكال بيكتشر بتاعته. الاكيوت توكسيستي مش بنفس اهميه الكرونيك توكسيستي، اهم حاجه في الليف عندي الكرونيك توكسيستي. المانجمنت بتاع الكرونيك توكسيستي مهم، لو احنا كنا ذاكرنا الانتيبيوتيك اللي موجوده في الاول هتلاقي نفسي ارتحت، مش هضطر احفظ الانتيبيوتيك بتاعتي جدا لانهم كلهم موجودين هناك في اول جدول في الجدول. الاير ده مهم، اهم واحد في الاير في الليتشر بتاعته عشان عنده هو 4 ستيجز، مهم جدا معايا. الديفرنشال دايجنوز بتاعه مش مهم السؤال ده برضه لانه هو موجود برضه في المحاضرات بتاعه عين شمس، واحنا زودناها بس برضه ما بينزلش في المانجمنت بتاعه. الانتيدوت لان الانتيدوت ممكن ينزل سؤال لوحده، سواء بقى الانديكيشن او بيشتغل ازاي بينزل سؤال لوحده الانتيدوت بيفرق. الميركوري مش بنفس اهميه الليد ولا الاير. الارزينيك هيتذاكر، الكرونيك ميركوري برضه مش موجود في عين شمس، موجود في المحاضرات. الأرزينيك هيتذاكر بس للناس الموجود عندهم في الكتاب، والأرزينيك ده اللي يتسمى بيه نابليون، تمام؟ بعد كده يعني لو كنت في وقت ممكن نشرحه مع الأسئلة دي. الألكوهولز كلهم مهمين، تحت الألكوهولز بتنزل تحت الرقم الثاني اللي هي الفولاتايلز، تمام؟ الإيثايل الكحول أو الإيثانول مهم جدا بقى، سواء الجرعة بتاعته موجودة في الجدول عندك. مهم تاني في الكلينيكال بيكتشر بتاعته نزل في الامتحان، والتريتمنت بتاعه، تمام؟ الميثانول أعلى في الأهمية من الإيثانول، لأن الإيثانول غالي، فغالبا أنت مش هتشوف الحالات اللي هتسمم بالإيثانول، تمام؟ إنما الميثانول رخيص والناس بتسمم بكتير، فغالبا أنت هتشوف، فهو في الأهمية أعلى من الإيثانول. والباثوفيسيولوجي بتاعه مهم، وبيدخل تحت مقارنة مع الإيثانول، أنا عاملها لك مقارنة بالترتيب مع التاني. الكلينيكال ريسيرش بتاعته مهمة، والتريتمنت بتاعه مهم لأن ممكن حالات تجيلك، تمام؟ غالبا اللي بعالجه بالإيثانول لأن الفلوميتازول ده غالي جدا تقريبا، يعني بيحتاج ممكن الكورس بتاع العلاج يكلف 30,000 دولار، فمش هيجيله واحد متسمم بيسانول وهعاكم 30,000 دولار، تمام؟ فغالبا انت بتعالجه بليسانول علشان تحافظ عليك. الإيثيوني جلايكول نزل في الامتحانات قبل كده، نزل الكلينيكال بيكتشر بتاعكم، تمام؟ بتاعت الإيثيوني جلايكول. الكحول ديبندنس هنحفظها علشان كل أي حاجة مختصة بالديبندنس بتاعت الشابتر بتاع الأدكشن هتكون مهمة عندك، تمام؟ سواء بقى الاثنين كان بيكتشر بتاعته، تمام؟ مش الميكانيزم ازاي بيحصل ديبندنس، انا عاوز اعرف بس الاثنين كان بيكتشر والحاجات اللي انا معلم لك عليها، تمام؟ الديليريوم تريمنس، تمام؟ نزلت في الامتحان قبل كده بالسندروم بتاعه.
التريتمنت، تمام؟ الالكوهول ديبندنس مهم برضه، نفس اهميه الايثانول والميثانول. الفود بويزنينج مش مهم فيه غير البوتولازم، تمام؟ كل اللي في الاول ده هتقرا علشان انتوا عارفه، تمام؟ الجدول ده ساعات اوقات برضه بينزل في الامتحان. الديفرنشال دياجنوزيس ده مهم في عين شمس، بينزل قبل كده، بينزل في الامتحانات. تشاينيز ريستورانت سيندروم احنا دلوقتي بقى متسببين بيها، نعم، رعب الكورونا سنين مش سايبنا في المنزل. أهم حاجة عندي بقى البوتوليزم، تمام؟ بينزل في الامتحان، بينزل عندي الكلينيكال بيكتشر بتاعته، تمام؟ والسبيشال سبيشال كاركترز بقى، إزاي أعالجه؟ ماشي، تمام؟ السبيشال قصدي فورمز بتاعته اللي هي الإنفانت بوتوليزم، إم سي كيو أو الورمز أو السيروليزم اللي هي البوتوليزم. السيجواتيرا بويزنج أو الاسكمبرويد بينزلوا إم سي كيو كتير على فكرة، بينزلوا إم سي كيو كتير والناس بتختلف كتير، بالذات هنا عندي الانتي هيستامينيك هتركز عليها، بعالج الاسكوبرويد بالانتي هيستامينيك، تمام؟ لانها برضه لسه ثابتين في الامتحانات والناس عملت مشاكل، في ناس ما حبتهاش كده وقالت الكتاب مش موجود. الجدولين الموجودين في الاخر عندي الشابتر مهمين جدا، سواء الديفينشن ده بعد الباراليتيك سيندروم او ازاي بيجي لي الاعراض. انيمال بويزنينج اقل في الاهميه من الاثنين اللي فات، غالبا بينزل في الانيمال بويزنينج الام سي كيو، ركز في الام سي كيو اللي دراي باي ديت مهمه برضه، ان هو التعبان يعض بس ما يبثش توكسين. الفايبر اعرف ان هو بيسيب اهم حاجه عندي البليمون في البراءه اسرع بقى، هنا بيأثر لي على النيرفز، تمام؟ بيعمل لي براءه علشان الام سي كيو. الام تي برضه بتاعه بينزل ام سي كيو. الشابتر بتاع الانيمال بويزنينج مش في نفس اهميه الشابتر بتاع الفود بويزنينج، واهم ما فيه البوتوليزم. بس انت برضه هتعرف عندي في كل واحد الانيمال الانتيجين بتاعه، لان ده غالبا بينزل في الامتحان وانت هتتعامل مع الحاله بناء على كده، انما السنيكل بتشر بتاعتهم ما نزلتش. الاسبانيش فلاي دي عشان موجودة في الكتاب ده بتتناول وبتيك باراليسيز، فاحنا نرميها في الموضوع عشان ما فيش فيها حاجة ناقصة معانا. السايكوتروبيك دراجز أو الدراجز اللي هتأثر عندي على السي ام اس، أول حاجة الأنتي سايكوتيك هتعرفني فيه الفينوسازين، كلهم هتعرف لي ميكانيزم في أكشن، كل الأنتي سايكوتيك دراجز هتعرف لي ميكانيزم في أكشن، لأنها ساعات بتنزل في الامتحان وكلهم شبه بعض، الكلينيكال بيكتشر هتلاقيهم كلهم شبه بعض، وآخر جدول كان موجود عندي في الجنرال هناك هيجمع لك الحاجات دي، تمام؟ هتركز على الحاجة المهمة في كل حاجة هتلاقيني أنا معلم لك عليها، زي النيورولوجيك سيندروم، وهتلاقي هناك الهايبرثيرميا برضه مشهورة، واحنا بنشرح هناك. الانتي ديبريسنت برضه كويس هيكون الميكانيزم اوف اكشن الكلينيكال بيكتشر انت واخدها في الفارما، انا الحاجات اللي انا محتاجها في الكلينيكال بيكتشر في الام سي كيو انا بعلم لك عليها. نيو انتي ديبريسنت دراجز دي مهمه بتنزل كتير في الام سي كيو، والسيروتونين سيندروم ممكن تنزل عندي الليثيوم يعني مش مهم جدا، بس اوقات بينزل عندي تحليلي سواء الكلينيكال بيكتشر بتاعته او اعالجه ازاي، تمام؟ الجدول ده مهم علشان عين شمس هناك، تمام؟ كان موجود في المحاضرات قارن بين الليثيوم والجيداز. فاحنا قلنا كل اللي هتطبع على السي ان اس دراسه، كنا قلنا هحتاج الميكانيزم في اكشن هتلاقي معظمهم فيه تشابه، الكلينيكال بتشر لو حفظت واحده هتلاقي تشابه في الاثنين، هتعرف لي امثله عن كل واحد علشان ممكن يقول لي مثلا البج ريتس ده سي بي تي ولا الفينوسايزين ده انتي سايكوتيك ولا لا، تي بي في الام سي كيو نفس الاسئله كده، تمام؟ والديفرنشال ديجنوز الحاجات اللي انا معلم لك عليها بقى ديت هتعرفها علشان الام سي كيو. بعد كده في الشرح الحاجه المهمه بس مش
هشرحها لكم إن شاء الله في محاضرات المراجعة اللي أنا عاملها، الحاجة المهمة فيها هنشرحها. الفينيتوين والكاربامازبين، الكاربامازبين والفينيتيلا أنتي إبيليبتيك، مين بينزل غالبا في الـ MCQ؟ ما نزلش قبل كده في التحضيري. نيجي بقى لأهم شابتر وبيجي عندي كتير كتير كتير، مهم جدا وبينزل في امتحان كتير، الجراف بين ده انسحاب وتحديد واستلام. وده شابتر تقريبا انت ما اخدتوش في الفارما، فهنركز عليه لأن الحاجات من الحاجات السبيسيفيك عندي في التوكسيكولوجي، قلنا الجنرال توكسيكولوجي، الكروس، الأورجانو فوسفورس كومباوند، السلسبيت الباراسيتامول، الدراج سانت أبوز. لو انت مش مذاكر الخمس شباك دول كويسين ما تخش الامتحان كده، هيضيع منك كتير وحرام عليك. تمام. دراج ابيوز عندي في الاول شويه تعريفات نعرفهم علشان تنزل عندي في الام سي كيو. الجدول ده وراه لازم نعرفه. الفاكتور ديت بتاعت الديفلوبمنت اندكس ما تنزلش في الامتحان كتير. أول حاجة مهمة عندي في الشابتر اللي هي الميديكال هازارد في دراج أبيوز السنة اللي فاتت. تمام، مهم جدا السؤال ده، وأنا جمعت كل حاجتين أو ثلاث حاجات مترتبين على بعض بلون معين بحيث نسهل ده. الجنرال مانجمنت برضه مهم جدا، الأوبيويد أيضا الأوبيويد مهمين جدا. تمام، إيه المهم فيهم؟ الكلينيكال تشارت بتاعتهم، الباصو في الستيج بتاعهم مش لازم تعرف يعني بيشتغلوا إزاي، بس اوقات يعني في دكاتره بتسال فيها في الاوفر الباصم السيرجي بتاع الاوبيو. تمام، الاوبيو سيندروم اهم حاجه عندي اللي هي الكلينيكال ترايد بتصير كتير وبتنزل في الامتحان. الكلينيكال ترايد والاوبيو سيندروم، الديفرنشال دايجنوز اوف بوينت بوينت جلوبال ده تقريبا نزل في الامتحان بتاع المدير ومهم جدا. تمام، وموجوده في الجنرال عندي. التريتمنت بتاعها مهم جدا، والنالوكسون عندي مهم، وقلت اهم الانتي بيوت بيتحفز كما انزل. تمام، سواء انديكيشن الفيروس بياخده ازاي، ايه الاعراض اللي ممكن تحصل عندي وسبب الكلام ده. بيوت ديبندنس مهم جدا. تمام، كل الشابتر بعد ما امشي هتلاقي الكلينيكال ريكشر بتاعت الديبندنس زي ما قلنا في الالكوهول ديبندنس، هتلاقي تشابه اختلاف التشابه المين لاينز او الحاجات الكبيرة، إنما السيمتومز هتختلف على حسب كل دراجز. مهم الترامادول مهم جدا بقى، الترامادول مهم جدا والدكاترة بتحبه جدا وبتسيل كتير نظرا بقى لأنه شائع عندنا. تمام، وبيتاخد كتير، الترامادول مهم فوق ما تتخيل، بيسيل في الأورال كتير وبيجي في الامتحان. أما في الكونتكشر بتاعته بعمل له مانجمنت إزاي، والاكشن بتاعه اللي هو ايه؟ بالك اكشن. تمام؟ فالترامادول مهم جدا، اهم من الاوبيويد. الكنابيز برضه مهم عندي، المهم عندي فيها الكرونيك توكسيسيتي والاكزايتد ديليريوم سندروم، دي مهمه جدا، بتنزل نفس مع الاكزايتد ديليريوم سندروم الكلينيكال بتشر بتاعها. تمام؟ بتصير في الامتحان كتير. الديبندنس مهمه عن الاكيوت توكسيسيتي، ما عدا بقى ذات الديليريوم سيندروم دي بتنزل في مكان كبير وبتصير في دور كبير، معرفش هتلاقيها موجودة عندي ممكن في الملزمة ولا النيكوتين مش بنفس أهمية الحاجات اللي فاتت. الأمفيتامين مهم لأنه بيسموها حبوب الطلبة، مهم عند الأكيوت توكسيسيتي بتاعته والكرونيك توكسيسيتي. تمام، مهم عند الأمفيتامين. الكوكين برضو المهم عندي اللي هو الكوكاليز اللي هو الكرونيك توكسيسيتي عشان المجمع صغير في الكوكين برضو. تمام، يمسك ده مش مهم عندي الكوكاليز. قلنا في آخر الحاجة جمعتلكوا بقى أهم حاجات، التوكسين اللي هي توكسيك أوفرز، كتبت لكم الأسماء الحاجات اللي هي شائعة برضه علشان في دكاترة بتسأل يقول لك إيه هو البلورة فتعرف الدرجة بتاعه، إيه أبو صليبة، إيه حبوب الطلوة، الحاجات دي. إيه هي التوكس من الله كاركترستيك أوردر، إيه هي الكومة اللي بتعمل سكين بلستر زي ما قلت لك الديفرنشال بتاعها. تمام،
ده امتحان الريتن اللي السنة اللي فاتت، تمام، فهنحله والحمد لله كده تم. أهم حاجة عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنوضح مع بعض يا شباب أهم الأسئلة موجودة عندي في الفورنسيك زي ما الناس الوطن، وبعد كده هنحاول نشرح كل حاجة قبل الامتحان إن شاء الله، ونجيب لكم مراجعة كاملة بحيث الناس اللي ما ذاكرتش تلحق تلم إن شاء الله. دي كل المواضيع اللي بنتكلم عنها تقريبا، مفيش موضوع بقالي كتير مش موجود حطيناه معانا في المجال. إن شاء الله هتتبع السنة الجاية ككتابة علشان النظام الجديد هينزل لهم الجزء السنة الثالثة، وهيكون كتاب جديد ومنزل معاكم من أول السنة. أول حاجة الأيدنتيفيكيشن، الـ Identification of Living ده بينزل MCQ علشان الحاجات اللي إيه هي الـ Condition اللي بضطر أعمل فيها Identification لأشخاص Living، تمام؟ الـ Main Point of Identification بتنزل أورال، إنما غالبا ما بتنزلش written. الـ Identification برضه MCQ سواء Motivated أو Unmotivated. أول حاجة بقى ومهمة عندك في الدرس، ازاي هتعرف على شخص عندي من الجوز؟ مش مهم ريتم، مهم علشان الشكل ومهم عشان العمل، لان ده تقريبا يعني عليه جزء كبير من العمل بتاع الفرنسي. جمعناهم احنا عندنا في اليونكس علشان نسهل ايه هي العناصر اللي انا عاوز اعرفها من خلال البيج، سواء بقى هتعرف عن البيج. اول حاجه احنا بقى قلنا درويد أو ريموت أو نمبر، بس أنا مشيت بنفس ترتيب الكتاب علشان العناصر ما نتلخبطش، تمام؟ إنما كل العناصر اتكلمنا عنهم والحاجات الكتاب اتكلم عن إيه، بس إنما أنا زودت الحاجات كلها سواء من المحاضرات أو من الدروس علشان أو من الامتحانات اللي بتيجي في الامتحان. أيدنتيفيكيشن أوف إيج أوف جول، الحاجات دي كلها بتيجي من سكيور. الشابتر ده موجود فيه أرقام كتير كلها بتيجي من سكيور. الشابتر ده مش هينفعك السنة دي بس، الشابتر ده هينفعك في البيدياتريكس في الأطفال السنة الجاية، كل الأرقام اللي فيها دي هتحتاجها السنة الجاية في الأطفال، فهتكون مذاكرة واحدة من دلوقتي. غالبا بتنزل ام سي كيو كتير كل الأرقام دي. الكيس مش مهم إن أنت تركز على الأرقام، بس أنا كاتبها لك بصورة سهلة علشان هتبدأ بالمولرز. أول مولرز عندي سنة، عندي سنتين، وأنا بشرح أعلمك طريقة تحفظهم بسهولة إزاي. أهم حاجة عندي في الكيس إيج استيميشن ده بينزل في الامتحان، بس أهم حاجة عندي أول سؤال مهم عندي هي الميديكال ليجال امبورتنس أوف الأبيرنس أوف الستاتيك سنكر، بينزل الأرقام كلها بتنزل إم سي كيو يا شباب، الأرقام كلها بتنزل إم سي كيو. واخد بالي إن الفيميل بتسبق الميل بسنتين، بتسبق الميل بسنتين في أنا وأنا كنت بشرح للناس كنت بقول أعمل دايرة كبيرة ودايرة صغيرة وخط طول وخط عرض، الإبيفيزز والمدلر لاين الخطين الفيميل بتسبق الميل، انما السكال والسيرفيك سنتر الميل زي الفيميل فيها. هناخد بالنا من النقطه دي، تمام، علشان الام سي كيو الجداول مهمه كلها وهنشرحها ان شاء الله علشان الام سي كيو. ممكن ينزل لي يقول لك ايه هي، قول لي اليون اوف ديفيس اللي بيحصل عندي مثلا 21 سنه، ده سن مهم، اللي بيحصل عندي 18، اللي بيحصل عندي 17، وعلشان العمل، تمام، نشرح الحاجات دي ونتعلم نحفظها بسهولة. أهم عمرين عندي في الـ Age Estimated Legal Importance 14 سنة علشان كان Multiple Grammar Fail الـ MCQ، و18 سنة بتنزل ريتن هتقول لي الخمس حاجات إيه اللي هو الشخص اللي يكون متاح ليه يعمله بعد 18 سنة. بعد كده أعرف إن الجول ده بتاع Animal ولا Human من خلال Test Number of Person كام واحد من خلال العمر. الحاجات دي كلها اورال ام سي كيو. المجرد الاوفيو ده بتنزل ريتم مش موجوده في الكتاب، انا جمعتها لك في المونيكس، تمام. دي فورمتي الكارل بيرس الفورمولا العلم الفرنساوي دي مهمه. ست شهر بتنزل ام سي كيو. ايدنتيفيكيشن اوف سكس من خلال الجول مش موجود عندك في الكتاب ومهمه، مهمه علشان العمل، تمام، مهمه علشان العمل، سواء بقى اعرف ايه الحاجات الموجوده في الاسفل او اعرف حاجه موجوده في البيزنس. الشابتر ده كله ممكن يكون نصيبه من الريتم مش كتير، بس نصيبه في الام سي كيو ونصيبه في العملي كبير، تمام.
الام سي كيو نخلي بالنا من بارز جوجل داتيتسون الاسم الجديد اللي عندك، الفينجر برينتس، ميدي كوليجا الامبورتنس المهمة بتاعتها ممكن تنزل الريتم ممكن لا، انا قلت لك الشابتر ده نصيبه في الريتم مش كتير، بس الام سي كيو والعملي نصيبه كبير فعلا علشان الارقام بتاعته. ميدي كوليجا الامبورتنس والفيت او الهيرو ايدنتيفيكيشن، يعني في بعض الكتب داخله في تفاصيل كتير هي مش علينا لان انا زودت كتير عن الكتاب اللي احنا منتزلينه بيه. إنما الناس التانية إحنا هنبقى نشرح لهم الكتاب بتاعهم إن شاء الله. الفورنسيك جينيتكس ده مهم جدا، يعني مهم إنك عشان تعرف أنت كده كده خط الاستراكشر والحاجات اللي بتعرف الجين والنوكس والأليل، الحاجات دي مش مهمة دلوقتي، الحاجات دي مهمة عشان بعد كده. أنت ممكن تسمع عن السوبر فيميل، السوبر فيميل السوبر فيميل اللي هو إكس واي واي، السوبر ميل ده بيكون عنده اجريسيف. كان في قضيه مشهوره خالص في امريكا، كان في محامي يطلع واحد من جريمه قتل ان هو عمل له كاريو فايدنج ولقى عنده اكس واي واي، وبقى يتعمل كل محامي. شفت الناس اللي مذاكره والناس اللي دارسه ازاي يلعب بالثغرات بتاعت القانون، ان الناس اللي هو السوبر ميل او السوبر ميل ده بيكون عنده اجريسيف، في اجريسيف عنده المشاعر اصلا متضاربه من ثالث الفكر بتاعته، اجريسيف بيهيفير، عنده اجريسيف بيهيفير. تمام، الاجريسيف بيهيفير بتاعته ان هو ادى القتل، فبالتالي خد براءه لان هو الشخص ده مريض فعمل معامله خاصه. فالحاجات دي مهمه علشان هتنفعك بعد كده لو حبيت تكمل في الطب الشرعي ان شاء الله. الحاجات المهمه الشابتر ده كله بتاع الفورنسيك كله بينزل ام سي كيو. نركز على الطندم ريبيتس عشان مش موجودة عندي شوية طندم ريبيتس، اللي أنا اللي هو كل مجال المجال بتاع الفورنسيك جينيتكس شغال على شوية طندم ريبيتس اللي هي الخريطة الوراثية والأمنيجنين لوكس. الحاجات دي أنا سهلتها يعني بطريقة سهلة علشان في كلام كتير، أنا خدت الحاجات المهمة. أهم حاجة في الميديكال امبورتانس، وهي سهلة مش محتاجة حاجة، أنت ممكن تعرفها لوحدك، مهمة جدا الميديكال امبورتانس تنزل في امتحان كبير كده. هو الشابتر الحمد لله انتهى، ندخل بقى في الشباتر المهمة. الدس، الدس أول شابتر مهم عندي في الريتن، أو أهم حاجة في الميديكال امبورتانس. تمام، بتنزل في الامتحان كتير. تمام، ودي ميديكال ليجال امبورتانس ده انا كطالب طب وبدرس الحاجه دي ليا عندي، فلازم اي حاجه ميديكال ليجال امبورتانس في الفورنسيك، اي حاجه انتي دور في التوكسيكولوجي ما اقولكش، يعني لو مش عارف الحاجات دي كلها ما تدخلش الامتحان. تمام، لان انت الحاجات دي عليها حوالي 70% من الامتحان. تمام، فانت لو ما عرفتش ميديكال ليجال امبورتانس كل حاجه انت استفدت كده، ما الاهميه الطبيه الشرعيه. أنا كطالب طبي مش بشتغل في مصلحة الطب الشرعي، بدرس الفيزيك، فالحاجات دي هتعرفك هنشرحها بعد كده إن شاء الله في المراجعة. الجزء الأول اللي أنا بدرس بنزل أمسك كيو بتصير في الدورة كل الفرق بينهم. الفيزيز أوف ريسك بتنزل في الامتحان سواء السوماتيك ديس، أهم حاجة فيه الدايجنوزيس أوف سوماتيك ديس. تمام، أنا يهمني لو طلعت بالشابتر ده أو من الكورس كله على بعضه إزاي بتشخص حالة وفاة اللي هو السوماتيك ديس، يبقى انت كده استفدت حاجة، لأنك بعد كده في الاستقبال هتشخص كل الشخص ده ميت، وممكن يكون من صاصبين بالميشن مثلا ما يكونش ميت، فتدفن شخص حي، تخيل الذنب اللي انت عملته. تمام، فأهم حاجة هتطلع بقى من الفورنسيك ازاي تشخص حالة وفاة، ودي مش صعبة يعني، بس عشان وفي دكاترة بتقع فيها، واكتب على النت هتلاقي حالات كتير. المولوكيولار أو السيلولار بس أهم حاجة فيها عندي الميديكال ليجال امبورتنس بتاعته عشان الاورجن ترانسبلانتيشن، وهتعرف التعريفات اللي فيه علشان بتنزل ام سي كيو. تمام، او بتتسال البرين ديس اهم حاجه فيه عندي، ازاي اشخص ان الشخص ده خلاص توفى، وازاي افرق بين السوماتيك ديس والسسبندد انيميشن ستيت اللي انا لازم اعمل اكسكلود للحاجات ديت اللي هو البرين ديس. في الشرح هنوضح الحاجات دي كلها ان شاء الله. اهم حاجه بقى عندي التستس اوف برين ستيمس في البرين ديس، اهم حاجه في البرين ديس ايه هي الاختبارات بتاعتي، اهم واحد فيهم الابنيه تيست للاسف بيكون متاح في كل الاماكن، بس 7 اختبارات هتحفظهم وعندك الصور هتوضح.
البرزيستنت ستيت ستيت مهمه جدا، بتنزل في الامتحان بينزل عند ازاي الدايجنوزس او الكوزس او المانجمنت. تمام، السبب ناتشورال ديس مش مهم، جاست انيوميريت. لو جالك الكوزس بتاعتها بتكون جاست انيوميريت، تقريبا هتكتب كل السيستم اللي موجوده في الجسم عندي، سي في سي ان اس جي ار تي نيوروجينيتال كل حاجه، وتكتب الامراض اللي خدتها في الدراسه. فجاست انيوميريت ما نزلش من زمان، تقريبا من 2010. البوست ماركم تشينجز كلها مهمه وكلها بتنزل في الامتحانات. تمام، وفي حاجات مش موجوده عندك في الكتاب زي الاي ساينز سكيل تشينجز، انا ضفتها عندك بس نسيت بترتيب الكتاب. الحاجات اللي بحط انا بحطها في اخر الشهر. تمام، والاي تشينجز على الرغم انها مش موجوده في الكتاب بس نزلت في الامتحان وبتنزل عمل كتير، وانا حاطط الصور بتاعت العمل برضه علشان توضح لهم الدنيا. البوست مورتم كولينج بينزل في الامتحان، بينزل عندي في الامتحان الفاكتورز. تمام، الفاكتورز افكتنج الريت اوف كولينج. تمام، او الميديكال امبورتنس، واحنا قلنا اي حاجه ميديكال امبورتنس من غير ما انا اقول هي مهمه، حتى يثبت العكس، مفيش عكس، هي مهمه. هايبوستيزيس، الهايبوستيزيس هتعرف الاسماء التانيه على فكره، زي ما انا قلت بوست مورتم كولينج اللي هي الالوبورمورتس. تمام، الاسم التاني بتاعها هيتعرف عشان الام سي كيو. الهايبوستيزيس او الالوبورمورتس هيتعرف عشان الام سي كيو. كلها انا كاتبها بطريقه سهله علشان تسهل معاك المذاكره والحفظ. الحاجات اللي معلم عليها اكيد مهمه، الملاحظات اللي كلها في الجداول، قلت اهم حاجه فيها الميديكال امبورتنس بتاعي. الرايجور مورتنس في نفس الاهميه بتاعتهم، اهم حاجه في برضه الميديكال امبورتنس بتاعته. الفاكتورز بتنزل في الامتحان ده، الديفرنشال دايجنوز بتاع اهم حاجه فيه بقى الكادافيريك سبازم، بتنزل في الامتحان كتير كتير. تمام، الكادافيريك سبازم اهم كود ستيفنس او الهيت ستيفنس ده ام سي كيو، انما الكادافيريك سبازم ده بينزل سؤال اسمي، بينزل فيه الميديكال امبورتانس، او بتنزل لك في العمل الصوره وتقول لي ده ايه. تمام، مقارنه ممكن تيجي، بس احنا قارنا بينهم علشان نجمع لك. الفيزيس اوف مصر ستيل ممكن تنزل المقارنه بين البرايمري فاسيلتي والسكندري فاسيلتي، بس اغلب الاسئله بتكون فيهم بتكون اسئله ام سي كيو. البوست مورتم ديكومبوزيشن والبيوتريفاكشن، الريستريكشن مهم في الميديكال امبورتنس بتاعته، بينزل فيها اسئله كتير. بينزل فيها قبل كده برضه قال لك الريستريكشن مور رابد، سواء الحاله اللي هي في الاير ولا الحاله اللي هي بيرد ولا الحاله اللي هي الجراوني. تمام، موجوده عندك. تمام، من ضمن العوامل. تمام، فبينزل فيه انسيتو كتير، والملاحظات هركز عليها موجوده عندك. ده نزل السنه اللي فاتت في الانسيتو. تمام، وناس كتير بتدق فيه. تمام، انا عامل لك النسبه، الشخص اللي بيتعفن اكتر في الهواء ضعف الوقت بياخده في الميه، 8 اضعاف الوقت بياخده لو مدفون تحت التراب. الاديب سير مهم جدا، نزل بينزل الصور دي في العملي، انا بجيب صور العمل عشان تسهل لك الدنيا وانت بتذاكر برضه تاخد بالك. الموميفيكيشن مش في نفس اهميه التنين، بس اهم واحد فيهم الديفراكشن ميديكال والفاكتور اللي بعده كله ام سي كيو. الماسيريشن مهم، تنزل في بيجي في الامتحان او الام سي كيو عشان اسيب الهيبوثيسيس، وبيجي عشان يجي في الليجل امبورتنس بتاعتي. الاي تشينجز نزلت ريتن ونزلت عملي، جاب لك التشنيع ساين. تمام، وقال لك ده ايه، جاب لك ديت وقال لي قول لي ايه هي الاي تشينجز اللي بتحصل في البوست مورتم تشينجز وكل واحده بالوقت بتاعها. تمام، فبينزل في العملي. سكيم تشينجز مهمه، استيميشن اوف تايم دي مش مهمة، انما الميسر هي المهمة. تمام، الميديكال امبورتنس برضه في حالات جريمة وحالات مدنية، فمش مهمة جدا بنفس أهمية الميسر، ازاي اعمل استيميشن. تمام، والحاجات المهمة زي ما قلنا في التوكسين انا اعملها لك بمونكس مرتبة بطريقة كويسة بحيث تقدر تحافظ عليها. الوندوز مهم ريتن ومهم في العملي. تمام، على النقيض من التوكسيكولوجي معظمه ريتم والعمل فيه بسيط، الفورنسيك معظمه عملي، والنظر بتاعه
بسيط، فبالتالي هتحس إن هو سهل شوية لأن الحاجات كلها بتشوفها بعينك، فالموضوع بيكون سهل شوية مستصعب عن التوكسيكولوجي. تمام، أهم حاجة الكلاسيفيكيشن أوف وندز ديت مهمة، سواء الليجال أو الميديكال ليجال، الاتنين بيتسألوا كتير في الأورال وبيتسألوا كتير في الريتن. وبينزل ام سي كيو، نزل ام سي كيو قال لك قبل 21 يوم ولا بعد 21 يوم، بس اللي موجودة في الكتاب واللي موجودة عندنا في الكتاب 20 يوم، بس ساعات بتنزل 21 يوم. الابريجن مهم ونزل بقى عندكم سؤال، قول لي ايه هي التايبز اوف ابريجن. تمام، بس اهم حاجة فيها الميديكال ليجال امبورتنس بتاعتها. تمام، وانا مجمع بطريقة حلوة برضه. الكونتروجن بينزل الفاكتورز، تمام، بينزل فاكتور وبينزل منه كليجا امبورتنس، بينزل فيها ام سي كيو كتير، بيقول لي ممكن ينزل لك سؤال واحد بس من منه كليجا، يقول لك ايجينج اوف بروسيس ازاي تحددت اوردر. تمام، والاكسبشن، فالشابتر ده مهم جدا. الانتي مورتم والبوست مورتم الجداول اللي موجود في الشرع كلها مهمه وبتنزل في المحاضرات. كمان مره، جداول الملاحظات، جداول المقارنه في الشرع كلها مهمه وبتنزل في المحاضرات، وراجع سنة الامتحان في الأبدية. الكات وولدز الكاركترز بتاعته بتنزل في الامتحان، بس معظمه عملي عن إن هو ينزل نظري على النقيض من اللي فات، الأجريشن. الكاركترز الكات وولد مهم علشان هينزل في مقارنة معايا بعد كده. الإيج أوف كات وولدز مش موجود عندك في الكتاب، أنا ضربته علشان نزل في الامتحان قبل كده، خد بالك. الكونتيوز دوند او اللاسيريت دوند مهم علشان هيدخل معايا في التشخيص، قصدي علشان الكاركترز بتاعته، ماشي، الكاركترز والمقارنة اللي هتدخل معايا مع الكات وند. الستيب وند بينزل فيه الدينجر بتاعته، ايضا الكاركترز بتاعته مش بنفس اهمية اللي فات، بس هي الكومبليكيشن بتاعته. تمام، الستيب وند بينزل له ليه هو مور سيريس او الكومبليكيشن بتاعت الخط الستاب وند. السبيشال تايب اوف ووندز سواء بقى البانشنج او الكيكنج او الديفنس وند، عامل فيهم الحاجات دي هتكون سكيور. الديفنس وند دي مهم، مهم جدا بينزل عندي في الام سي كيو. البايت ماركس مهمة، الميديكال امبورتنس اوف بايت مارك دي مهمة جدا بتنزل عندي في الريتم. فابريكيت بوند مهم، بينزل الكاركترز بتاعهم. تمام، كاركترز وفابريكيت بوند. الجدول ده انت هتعرفه بس لان بينزل فيه ام سي كيو، بس الام سي كيو بتاعه مش كتير يعني، بس انت هتعرفه علشان هيفهمك الفرق بين حالات الانتحار وحالات ارتكاب الجريمة او الحوادث. تمام، او جريمة فعل كامل هتعرفه ويفهمك الدنيا. ممكن الدنيا الكومبليكيشن المفروض مش كلها مهمة، بس انت هتعرف ايه اللي كومبليكيشن وايه اللي كومبليكيشن. ساعات بتنزل اني واي وبتصير في الاوبرا، الشوك بتنزل في الامتحان، بتنزل في الامتحان بقى النيوروجينيك شوك اللي هي الكلينيكال ميكسشر بتاعت السمباثيك او الكلينيكال ميكسشر بتاعت البارا سمباثيك، وهتفرق بين الاثنين. الهيموريج، الهيموريج ما بينزلش في الامتحان، بينزل في الامتحان ام سي كيو، ما بينزلش قبل كده ريتم. تمام، الهيستامين شوك برضه ام سي كيو، واخد بالنا الالجوريزم مهم في بينزل ريتم. تمام، اهم واحد فيهم الاير الالجوريزم بينزل، انما السيرام الالجوريزم كده كده هو اشهر واحد فيهم، انما اللي بينزل في الامتحان عندي بينزل الاير الالجوريزم، خلي بالنا منه النقطه، انما اشهر واحد حاجه بتحصل اللي هي السيرام الالجوريزم، انما الاير امبوليزم ده المهم فركز عليه. فات امبوليزم مش مهم، بينزل ام سي كيو. الدي اي سي مهمه جدا يعني، غير الام سي كيو بتنزل في ريتم كتير، وحاله مهمه جدا بيسال فيه. مهم الاي ار دي اس، الاذر اسبيراتوري ستريس سيندروم، دي مهمه جدا عندي، وانا بعتها لك عشان تحفظ الكوز اللي موجوده. اهم ما فيها الكوز بتاعتها، الجي اي تي انسر بتنزل ريتم، بتنزل الام سي كيو، بتنزل الام سي كيو علشان المقارنه بين الاستريس او البيرن انسر او الاسماء الموجوده فيها، يقول لك ده بتاخد كام يوم مثلا، ده بيحصل فيها كومبليكيشن كذا، الرينال والسوبر رينال مش موجودين كده في البطن.
ايوه في سبيشال اوردرز اهم حاجه فيها الجدول ده، الديفرنس بين السوسايدال اند الهوسايدال ستاب وورد في النيك او الكات سورد. كات سورد تمام، اسف الكات سورد مش الستاب وورد اللي هو الكات سورد اللي هو سبتايب الكات وورد. تمام، الكات سورد مهم الجدول ده عندي خالص في النيك انجلس. تمام، الكوزس بتاعته والكومبليكيشن مهم. تمام، الانجل اوف تشيست بقى ده بينزل ام سي كيو كتير. بالنسبه للهارت هيقول لك الستاب ووند في الاتري اخطر من الفنتريكل ولا الفنتريكل اخطر، الستاب ووند في الليفت اخطر ولا في الرايت اخطر، وعلى النقيض الناس هتقول لك لا ده الليفت اخطر، الستاب ووند في الرايت اخطر من الليفت، الستاب ووند في الاتري اخطر من الفنتريكل، وبينزل فيها تو فورس ام سي كيو علشان عندي السيكلس بيعمل له كومبريشن، وبعد كده في الشرح ان شاء الله هنقدر نشرح. الابدومينال اهم عندي الابدومينال انجريز. المهم عندي الجدول ده دراماتيك الباثولوجي ترانشر بينزل ديفرنشال ديالوز تعرف الجدول والرابط شهر السنين. تمام، ماسك مسكريتال انجريز سبيشال انجريز ده بتاعنا علشان موجودة في بعض الكتب. هيد انجليش عايز اقول لك يا شباب ان الشرع المعظم اللي فيه مهم، معظم الشرعيات مهمه جدا فيه، لانك انت كده كده بتشوفها قدامك كتير، وهتكتب تقرير، هتكتب شهاده وفاه بعد كده، فالحاجات دي هتنفعك مستقبلا، والحاجات دي مهمه كليك ودي امتحان يعني، فالحاجات دي لازم تذاكرها كويس. الهيد انجري شابتر كله مهم، تمام، شابتر كبير بس شابتر مهم لانه بينزل فيه اسئله كتير. اهم ما فيه السيكوال اوف هيد انجريز اللي كان بيذاكر المنشنز بس هو اللي حلو، لانه كان موجود فيه 9 ل 10 عناصر، وكل الكتب ما كانتش كاتبه فيه حاجه تانيه. تمام، هو الكتاب اللي اسمه اعتمد عندنا، وهو الكتاب اللي مطالبين بيه واللي يصحح بيه الامتحان. تمام، ولا رئيس القسم اعتمد الهيد انجريز. تمام، قلنا الحاجات اللي في الاول دي هتتقري الاماكن والحاجات دي معروفه. التايبز اوف انجريز اللي بتحصل دي ممكن يلزمني سؤال، ايه هي التايبز اوف سكالب انجريز؟ انا هقول له بس جاست انيميشن. تمام، عندي جدول انا مجمع فيه بقى الجروزز، تمام، لاهميتها، تمام، كل واحده بيحصل ازاي فالاهميه بتاعتها احنا جمعناها. بعد كده الكونتوزد اللاسريتد ووند برضه مهم. تمام، مهمة ليه بقى؟ علشان الديفرنشيت بتقول لانها عند الكونتوز بيحصل لي سيموليت مع الكوت، فبعمل ديفرنشيت بتقولهم ازاي، فانت هتعرف الحاجات دي علشان عامل الصور عندك هتوضحها. تمام، السب تايبز موجودة. بينزل سؤال مهم جدا برضه الكومبليكيشن، الكومبليكيشن دي مهمة جدا. تمام، بتنزل الكومبليكيشن بتاعت السكالب انجرز بتنزل لتاني. تمام، ديفرنشال دايجنوزز ده ام سي كيو، ديفرنشال دايجنوزز ام سي كيو. سكالب فراكشر كلها مهمه بتنزل ريتن، اهم ما فيها عندي الفاكتورز ديت نزلت ريتن قبل كده يعني، بس مش بنفس اهميه البيس فراكشر مثلا، او الكاركتر بتاعت او التايبز بتاعت الفيشر فراكشر، او هعالجه ازاي، او الهيلنج بتاع الديبريست فراكشر. تمام، فالفراكشر كلها مهمه، الكاركترز بتاعت الفراكشر مهم، الانواع بتاعته مهمه، واحنا بنقول الصور سواء بقى كانت اكس راي او سي تي على طول الشابتر علشان توضح لنا الشرح. تمام، الديبريست فراكشر الكاركترز بتاعته مهمه، والتايبز برضه مهمه، الكومبليكيشن واحده للكل. تمام، واحده هتلاقيها مشتركه مع الكل. الهيلينج مهم، نزل في الامتحان قبل كده الهيلينج بتاع الفراكشر. كوميونيتي فراكشر او ده ام سي كيو، الكود فراكشر التايبز بتاعته برضه، التايبز بتاعته المهم نزل في الامتحان قبل كده، التايبز الكود فراكشر بينزل في الام سي كيو. تمام، بس مش بنفس اهميه البريشر والديبريست، فاول الاثنين هم المهمين، الباقي ما تركزش عليهم بنفس اهميه الاثنين. البيس فراكشر مهمه علشان الساين الموجوده فيها تنزل في الام سي كيو، سواء بقى الرقم اي او الباركن ساين بتنزل في الام سي كيو. تمام، ده أهم حاجة فيه. البرين انجري سواء الكونكشن أو
الحاجات اللي في الاول دي عشان تفهمك الحاجه بتحصل ازاي واحنا ماشيين ازاي، انما احنا هنمشي على البايولوجيكال كلاسيفيكيشن، تمام؟ اللي هي حصل عندي ديفيوز او لوكال نيورونال انجري. اللوكال نيورونال انجري في الاخر مش مهمه، انما ديفيوز الكونكشن اللي هو ارتجاج المخ، او المالتيبل تروماتيك برين انجريز، باختصار مالتيبل تروماتيك برين انجريز. الكونكشن ارتجاج المخ الكلينيكال بيكتشر نزلت في الامتحان، انا جمعتها في مونتس، هوضحه لك انا جمعتها ازاي عشان تسهل الدنيا. الجلوسيد انتربانز اللي بتيجي بالتبعيه مهمه جدا بتنزل في الامتحان. السريبرال كومبريشن بينزل فيه الفيزز بتاعته كمان، سواء كان الريتد فيز او السكندري فيز، بس اهم ما فيهم الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكونكشن. ديفوز ادرينال انجري نزل ام سي كيو، لوكاليزد برين انجريز كلها ام سي كيو نزلت في الامتحانات العملي صور، تمام. الانتراكرينال هيموريج مهمه بس مش بنفس اهميه الحاجات اللي فاتت، تمام، مهمين بس مش بنفس اهميه اللي فاتت. الاكسترا دورال هيموريج، الاكسترا دورال هيموريج كلها تنزل ام سي كيو، تمام. الحاجه مثلا اللي نزلت والله اعلم قبل كده تحريري في الانتراكرينيال هيموري، هو اظن ان هو كان نزل قبل كده الاكسترا دورال هيموري، اتكلم عنه كله، تمام. هو مش كبير، كل حاجه الاتيولوجي البليدنج تايب ايه، هو ارتيري ولا الحاجات كلها سهله، كل واحد فيه 5 عناصر هتتكلم عنهم والموضوع سهل لو عملت مقارنه ثلاثة، بس مش بنفس أهمية اللي فات. بينزل في ام سي كيو كتير، ده مش بنفس أهمية اللي فات، تمام. الكونتا هوب انجري، السيكوال اوف هيد انجريز، ده سؤال نزل قبل كده ومهم جدا جدا، تمام، ومش كان موجود غير هنا في عين شمس وعندنا في المدينة، تمام. مهمين الكوزز لسه دي هتقراها ليه، نزلت مرة قبل كده في امتحان كوزس بيسنس ان هيد انجلس مرة واحدة موجودة في أسئلة الامتحان. الكونتر كور الكوب ليجن ده مهم في الام سي كيو، تمام، وعدى علينا قبل كده في الانجري بتاع السباينال كورد، تمام، بس مش موجود عندنا احنا، هنزودها عشان الكتب اللي موجودة فيه. الفاير ارم انجريز درس عملي اكتر من نظري، بس كل الميديكال ليجال امبورتنس اللي فيه مهم، انت تعرف لي بس الرايفل ويبونز والنون رايفل ويبونز علشان العملي، يعني ايه رايفل والنون رايفل والانواع بتاعتهم الكافير والجرينال وشنايدر والرومين بوتونز والميل الاسماء ديت، بس هتعرف لي بس الشورت والاوتوماتيك والنون اوتوماتيك والشورت واللونج في النون رايفل. النون رايفل قصدي كلهم لونج، قصدي الشورت واللونج في الرايفل علشان العملي، انا عندي العمل بتاع الفاير ارم ويبن بحط كومبوننت، سواء كان جاي لي بوليتس سواء كان جاي لي ذخيرة البوليتس قصدي الباودر والحاجة، بيكون عندي 5 كومبوننت، والله انت ولا نون انت اوتوماتيك ولا نون لونج ولا شورت فايرد ولا نون فايرد، فالكومنت 5 في العمل، تمام. المدة الكليجة للمبورتس بالكشن كان مش بنفس أهمية الجن باودر، الجن باودر سواء البلاك أو السموك تعرفها علشان العملي هتفيدك في العملي، إنما اللي هيفيدني هنا المدة الكليجة للمبورتس بتاعتها متجمعة في 5 بيز، تمام، هتفيدني هنا، تمام. وبرضه الاكسترنال وود والانترنال وود مهمين، بتيجي المقارنة بينهم. الديستانس دي مهمة بس علشان الام سي كيو، المينو كليجن امبورتنت شوتس مهمة عندي، تمام. البوليتس هركز بس على النوت بي علشان الملاحظات دي بتنزل لي كتير في الام سي كيو، والدم دم بوليتس اهم واحدة فيهم. فاير ارم انجلز اهم سؤال بينزل عندي في ريفرنس، اللي هي الكاركترز اوف فاير ارم انجلز، تمام، كاركترز اوف فاير ارم انجلز ركز عليه. الديفرنس مهم بينزل في الامتحان. الاتيبيكال ابيرنس الحاجات دي بتنزل في الامتحان، اشهر واحده فيهم
اللي هو هيقول لك ايه اللي بيعمل انفيرتنج ادلب، تمام؟ لان معروف على الادلب بيكون انفيرتنج، فمشهور السؤال ده. بعد كده استيميشن اوف ديستانس، تجميع الفابريكيتد برضه مش بنفس اهمية الويندوز. البريبوشن ديت برضه مش مهمة بنفس الحاجات اللي هتيجي مثلا في الريل. أهم حاجة الكاركترز والمين ليجل امبورتنس، تمام. البلاست انجريز او الاكسبلوسيف انجري في الإدارات مش موجودة في كل الكتب برضه بس ظبطناها. فارم ارم انجريز وعملي اكتر من نظري، تمام، عملي اكتر من نظري بس بينزل فيه ريتم كبير في المين ليجل امبورتنس او الكاركترز بتاعت الفاير ارم انجري. فايبل تاسبكس فيها الهاندلنج، أول حاجة أول صفحة عندي دي الميكانيزم والحاجات دي هتقراها بس علشان تفهم، ما تنزلش في الامتحانات يجي فيها إم سي كيو وأنت هتفهم منها. الستيجز دي نزلت في الامتحان قبل كده، ستيجز أوف أمنيزيا 3 ستيجز، تمام. التورد سبوت أو السيليفر سبوت، سيلفر سبوت قصدي، والتورد صوت الحاجات ديت امسكوا كتير، تمام. الجدول ده مهم هتكتبه بعد كده في كل حاجة، هتكتبه في الهاندلنج، هتكتبه في الستريميليشن، هتكتبه كله الكلينيكال بيكتشر بتاعته كله، الجدول ده هيفيدني كتير. فأنا هحفظه ورايح دماغي وأكتبه في كل الكلينيكال بيكتشر. الهاندلنج مهم، نزل سؤال قبل كده في الامتحان قول لي ايه الفايف ميزز اوف الهاندلنج، كان عارف 5 درجات. الميكانيزم مهمة جدا ولازم تعرف لي الموست امبورتنت ميكانيزم في كل واحد عشان هنا سريبرال سكين، بعد كده هتلاقي الانوكسيك انوكسي، هتلاقي بعد كده استرانجوليشن في الشوكينج ريفلكس بيجي، هتلاقي عندي في الحاجات كل واحدة ليها موست امبورتنت ميكانيزم، تمام. المقارنة بين الليجيتشر ماركرز سواء فيكسد نود او الاسترانجوليشن هناك بعد كده مهم جدا، تمام. الاسترانجوليشن مهم جدا، الميكانيزم بتاعه هنا النص المرتب غير الثاني. انا بقى بقول الحاجات المهمه بعد كده ان شاء الله هنشرح بعد كده اللي بيشر ده نزل بعد كده المقارنه. فبنوضح الحاجات المهمه بس علشان الناس اللي مش هتسمع بعد كده المراجعه تعرف ايه اهم حاجه. هنا الريفلكس الاسترانجوليشن الريفلكس كارديك انهيبيشن عن طريق الفيجاس، تمام؟ مهم. كل واحدة فين ماكس لاين ماجن، واللي هنا برضه الكوفي ساين، الحاجات دي كل واحدة هعرفها علشان يمسك كل المحركات اللي موجودة، تمام؟ مصرينج أهم حاجة عندي الهنج سيموليشن، كلهم كل العناصر اللي فيها مهمة. سبوتلينج الميكانيزم بتاعتها بتيجي تمسك السويسري برضه ام سي كيو، ما بتنزلش زي الحاجات اللي فاتت الكاركترز، تمام. الكافي كوروناري برضه الشغل ام سي كيو، السفوكيشن ام سي كيو، السكشوال اسبكت ام سي كيو، الانيرشن بالنسبه للدراوندنج والميكانيزم بتاع الانيرشن بس بينزل بينزل كتير، تمام. ونركز على الملاحظات اللي فيه بس زي الدراي دراوندنج، الدراي راوندينج حتى الاسم يلفت انتباهك ومهم، تمام. ينزل في الامتحان لوحده الدراي راوندينج مهم مهم بقى، ممكن يجي يقول لك قول لي الاكسترنال ساين، قول لي الانترنال ساين، قول لي الشور ساين او البروبابل ساين، فتخلي بالك كل حاجه مكتوب عندها. الراوندينج مهم، الميكانيكال اسبيكس هي مهمه جدا في الامتحان، الميكانيزم بتاعها والام سي كيو بتاع البيركنج اند هير بوزيشن. البيركنج اند هير ده الاسطوره اللي كانوا اشهر ناس بتشعر بيعملوا ميكانيكال اسبكسي. فورمز اوف سفوكيشن ده السؤال موجود في الكتاب، ما نزلش في الامتحانات قبل كده خالص. الفيزيكال انجريز شابتر مش بنفس اهميه اللي فات بس بينزل الام سي كيو اللي فيه. شباتر في شباتر ركز عليها جامد لانها ما ينفعش ما نزلش فيها امتحان زي البوست مورتم، وهنقولها واحنا بنقول المراجعات. المهم الفيزيكال انجريز مش يعني ان هو بينزل في الامتحان كتير بس بيصير في الاورال، بيصير في الاورال بقى ليه؟
علشان الميكانيزم او الباصة في السيلز اللي بيحصل، هتقدر تعرف دي بيحصل ازاي. الكلام كله سهل مفيهوش حاجة صعبة، بتصير بقى عشان الرول اوف ناين، تمام، تنزل ام سي كيو بتصير في الشغل، الديجري اوف وير بتصير في الشغل، ممكن يجي لك سؤال يقول لك الفيرست ديجري وير الكاركترز بتاعته، ايه بينزل في العمل الصور كل الكاركترز السيفيريتي، تمام. برضه الحاجات دي ما بتنزلش كتير على فكرة. البيرنز، فالبيرنز انت بتقراها هتستفاد على فكرة، يعني الشابتر حلو علشان لو اتسألت في الأورال يجي فيه ام سي كيو. الريتم مش كتير في الشابتر، ما بينزلش كتير، هو فيها أسئلة كتير بس ما بينزلش كتير، تمام. بينزل المقارنة بقى بين الدراي بيرن والمويست بيرن والكيميكال بيرن متجمعة في جدول هنا، تمام. هتلخص لك كل اللي فات، ممكن تعرف الجدول بس هيريح كل اللي فات ده. في ملاحظات الشابتر كبيرة، في ملاحظات كبيرة بينزل كتير ام سي كيو كتير، بس انا قصدي ان الاسي او الريتم بتاعه مش بنفس اهمية الدروس اللي فاتت او الحاجات اللي فاتت، تمام. السيستم الصغير فيه ده انت هتاخده في الكوميونتي، لو جالك ممكن يجي لك ام سي كيو، انما نادرا مش هيجي لك في ريتم. السيستم ده بتبدا تاخده اصلا في الكوميونتي، يعني الالكتروبروشن او الصدمه الالكتروبروشن. الكيميكال بتاعته اللي نزلت قبل كده في الامتحانات الكوزز بتاعته، غير بقى ان الشابتر كله فيه ام سي كيو كتير، الشابتر كله مليان ملحوظات وفي بينزل في أسئلة كتير. الديس اوف روم كود مش مهم، والراديشن مش مهم، مش موجودين عندي دول بفوت عشان بس يعني. السكشوال اوفنس الحاجات دي هتعرفها التقسيمة اللي بره علشان اليو اس كيو. الليجال ده السؤال ده مهم جدا وبينزل في الريتنج كتير، تمام. ايه هو دور الطبيب انه يتعامل مع حالة ريل، تمام؟ ايه هو دور الطب في الحاجة دي مهمة جدا. انما الشابتر علشان الاسماء اللي فيه فالحاجات ما بتنزلش. والاكزامينشن تقريبا هو الاكزامينشن هتكون عنده مهمة في الشرع بتاع الريل، ايه هو دور الطبيب، تمام؟ الاكزامينشن مهم، الاكزامينشن الممكن هتعمله، تمام؟ حاجات مهمة. بنزل امسك الاكزامينشن دور الطبيب، أول سؤالين ريتم في الشابتر. السيمينال ستين ده مش موجود عندك، هتضيفها مهمة جدا، بتتسيب في الأورال كتير وبين فيها ام سي كيو، تمام. الدكاترة بقى هنشرحها بعد كده، الإمبورتانس مش مهم. الفيرجينيتي مهمة جدا، تمام. مهمة بقى هيقول لك إيه هي الميديكال إمبورتانس بتاع الفيرجينيتي، هتستخدمها أنت بعد كده. مهم في الام سي كيو تايب اوف هايمنز، تمام. الساين اوف فيرجينيتي نزلت قبل كده، يبقى الميديكال امبورتنس مهم، الساين مهم، اعرف كل هايمنز شكله علشان نمسك فيه. الجداول دي مهمه علشان بتنزل ديفرنس بتوين الاثنين ده، سواء ريسنت او اولد. الجداول مهم. كوزس اوف رابتشر هايمن مش موجوده عندك، انا شفتها ده نزلت مره قبل كده. الهايمن اوف ميديكال امبورتنس دي مهمه ثلاثة أنواع هتعرفهم وهتعرفوا هم مهمين ليه، تمام؟ مهم جدا الدرس بتاع الصدمي مش مهم، الصدمي مش مهم، ينزل فيه ام سي كيو ولا حاجة قبل كده. درس البيجنانسي والدليفري والأبورشن مهمين جدا، مهمين لأن هو عندك الكترون كتير المفروض تعرفه، وانا جبت لك المعلومات كلها، واهم ما فيهم الابورشن علشان تحمي نفسك، تمام. الدليفري مش باهميه الابورشن ولا البريجنسي، الاهم يكون البريجنسي الساين بتاعته والمين تريجر والابورشن. اول حاجه الدايجنوزيس، تمام. سواء بقى لازم امر باي حاجه بقى في الحاجات دي لازم اخد كونسنت، وهنتكلم على الكونسنت والدوكيومنتس في اخر الكتاب معايا الشابتر عن الكونسنت. بس اي حاجه في الحاجات دي سواء عقد او تسريب الحاجات لازم اهم نفسي بالكونسنت. انا بدرس طب شرعي
علشان أأمن نفسي. أو أهم حاجة الحاجات المهمة عندي كلينيكال اكزامينيشن، ممكن يقول لك كل اللي بروبابل ساين لوحدها، ممكن يقول لك كل الشور ساين، البريجنانسي تيست مهم، وبالذات بقى البوزيتيف والنيجاتيف. الأرقام ديت ام سي كيو مهمة، الأرقام ام سي كيو مهمة، الفندس موجود فين، الانفستيجيشن، الحاجات دي الشهور دي مش موجودة عندك، هتنفعك دلوقتي علشان الام سي كيو، هتنفعك بعد كده علشان الأطفال السنة الجاية، سواء الأرقام دي كلها الأرقام سيستم مع بعض، وأنا بشرحها هوضحها لك، هتلاقي الأرقام سهلة بسيطة مفيهاش حاجة، هنجمعها وكل حاجة سهلة إن شاء الله. أهم حاجة الفلوس وسطك، والفلوس دي بتصير أورال كتير، بالذات من الدكتور اللي بيشرحها. الديليفري مش بنفس أهمية اللي فات، تمام؟ بس هتعرفه علشان يمسك له، وبالذات هتعرف من السيرفكس، سليت سيرفكس ولا راوند حصل لها ولا لا، سهل مفهوش حاجة الديليفري. بس يبقى في سؤال شائع في الدليفري، اللي هو النون بارس والبارس، ايه الفرق بين اليوترس في حالة الولادة وفي حالة الولادة؟ بتصير اورال كتير، ما بينزلش ريتم كتير بس بتصير اورال كتير. الابورشن مهم جدا في الريتم، الاهمية في الشرايين بتاعته، التايبز بتاعته، اهم واحد فيهم الانديوسد ابورشن، اهم في الانديوسد ابورشن الكريمينال ابورشن اللي هو ده المجال بتاعه. هتعرفه، هتعرف الميسيدز، اللي بيقول لك ايه الميسيدز اللي بيدي بقى كريمينال ابورشن، هتعرفها كله نيوري، جاست نيوري، جاست نيوري، هتعرف العنصر وعلى المثال، العنصر وعلى المثال. الكومبليكيشن مهمة، والكومبليكيشن بتاع اللوكال فايروس مجموعة في كلمة حلوة هنا مشهورة، شي بريد، هي تصحى ولا دفعة السماء، مشهور يعني في النيمونكس. وان دي اهم حاجه في الابورشن اللي قلنا المره اللي فاتت. ده ابيوز، ما بينزلش في الحاجات كتير، ممكن يجي الانس تو يقول لك التايب اوف تشايلد ابيوز فيزيكال وان اربعه، بينزل الانس تو بقى، بينزل في الفيزيكال ابيوز، بيختار لك كورس من النوم، بيختار لك المشهوره بقى عشان الكوفي سندروم اللي هي السكيلتال انجلس، وممكن يقول لك قول لي ايه هي الفيزيكال انجلس اللي بيحصل مع تشارلز ابيوز، هتقول له ميموري بس، تقريبا هم 9، تمام؟ تقريبا 9. المانشون سندروم باي بروكسي، الشيكن بيبي سندروم دي مهمه جدا، الشيكن بيبي سندروم دي مهمه، موجوده في الكتاب عندنا وبتنزل السوق. مانشونجن سيندروم باي بروكسي، مانشونجن ده اسم ألماني، والحالة دي مشهورة واتعمل عليها في أمريكا، إن هم بتدعي إن ابنها مريض علشان تاخد الاهتمام. مانشونجن سيندروم باي بروكسي، الدايجنوز فيزيكال للشارد أبيوز مهم، يقول لك إزاي تعرف إن الطفل ده بيتعرض لإساءة، اللسان من والده أو والدته أو من الكير جيفر أو أي واحد بيقدم له الرعاية، أنت إزاي تشخصه؟ فالمهم السؤال ده. النجلكشن والإيموشنال والسكشوال، السكشوال أبيوز ده مهم، مهم ليه؟ علشان كل علشان دورك كطبيب في الموضوع ده، فالرول بتاع الطبيب وإزاي أشخص التشايلد أبيوز ده أهم سؤالين فيه. الإنفانت ديس مش مكتوب عندنا بطريقة كبيرة، بس أنا استفدنا فيه علشان الأسئلة بتنزل فين. مهم جدا أول حاجة إزاي بيحصل سايدال أو أكسيدنتال ستانجوليشن بالأمبيليكال كورد، مهم، مهم جدا. ده الجدول ده مش مهم، بس فيه بس الإنفانت سايد الساين بتاعته إزاي أعمل إكزامينيشن. عندي بقى الساين كلها بتنزل في الامتحان، سواء بقى يقول لي إيه هي الإكسترنال ساين، ممكن يجيب لي حاجة لوحدها، أهم حاجة فيها التشينجز في الأمبيليكال كورد، أعرفها علشان الـ MCQ كل واحد، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. الـ internal sign أعرفها علشان الاختبارات اللي فيها، تمام؟ هعرفها علشان العمل، تمام؟ مش موجودة في الكتاب بس مهمة في العمل عندي. الـ living respired lung و non respired lung مهمين عندي علشان العمل. في جرات بعد كده واحنا نشرحها بعد كده إن شاء الله، وهتفيدك في العمل. طبعا يمكن دي سندروم
ده المفروض عندنا باستفاضة في الكتاب، بس ما تنزلش يعني غلط في الامتحان لأنها محدش بيعرفها لسه، عاملين ميكانيزم كده اللي بتحط فيها الاستريس. تمام، هتقراها بس علشان لو نزل فيها امس ولا حاجة. دور الشغل اللي هو التعزيز الجسدي ما نزلش قبل كده، احنا بنسمع عشان نزل في الكتاب بس. الفرنسي برادولوجي برضه ده شوية، البلاد ستينز مش موجود عندك، مش موجود عندك في العملي برضه، مش متاح عندنا. فأنا جمعت برضه حاجتين عشان نشرح للناس اللي موجودة عندهم في صف تاني بسهولة. والترانسبورتيشن انجريز برضه مش موجودة إلا نادرا في الكتب ومحدش بيطلب بيها، بس برضه مش مهمة يعني، جمعناها عشان لو حد عنده في الكتاب. الميديكال ريسبونسبيلتيز مهم، بينزل في الامتحان في كل الجامعات سؤال ريتن عليه 5 درجات لوحده، غير الأسئلة اللي في الأورال، غير إن هو ده أهم شابتر علشان إزاي تأمن نفسك من المريض، وأنتوا عارفين اللي بيحصل من مسلسل الاعتداءات على الأطباء. تمام، فعشان تأمن نفسك هتعرف الشابتر كله. أنا ما ضفتش في الشابتر، أقدر الشابتر بس أنا ما ضفتش إلا أهم الأسئلة في كلها هتنزل في الامتحان، أهم ما فيها الكونسنت أنواعه. تمام، أهم ما فيها الكونسنت هتركز في الأنواع. المان براكتس برضه هتقراها، أنا الجينيتك مش مهم برضه. الميديال دوكيومنتس مهمة. تمام، تمام الحمد لله. ان شاء الله الحاجات دي كلها انا هشرحها ان شاء الله، الحاجات اللي انا بعرف بس الناس علشان